في سبب لليوم موجودة معنا الست هالة وأنس. نحن داخلين على 2020، اليوم أول يوم لا يمكن أنه نبدأ أو أي أحد عنده شوية سنس أنه يبدأ إلا بتفاؤل بسنة جديدة، مهما كانت السنة الماضية سودة وبشعة وخضرة متقلبة نعم ومنيلة بستين نيلة بالنسبة لي والله يعني والدي توفى صح أبوك الله يرحمها. فهالة كاظم هي بحد ذاتها بس تقول هالة يعني تفاؤل، الله يحفظ. هي لايف كوتش، هي بنفس الوقت أم وإعلامية بشكل أو آخر، الإعلامية لأنه يوتيوب وشانلز ولقاءات وبرامج. فأنا بالنسبة لي هالة تمنحني الأمل، وكل من فقد هذا الأمل راح يلاقي اليوم بهالحلقة إن شاء الله. أنا عم أقول عن هالة هي حالة. أوه أنا بصيح بنبتدي من أول شيء. أنت حالة والله. الله يسلمك. لا تقولي لي حتبكي. لا لا ما ببكي ما ببكي لا ما ببكي ما ببكي. هي ترى على السريع أنا مجهزه إنه كل ضيوف مجهز ده. لا لا إن شاء الله اليوم مبصيح. اليوم سنة جديدة وسنة فيها كثير من المشاعر الإيجابية إن شاء الله إن شاء الله. هلأ